السلام عليكم شباب، اهلا بكم مختبر بيروت. اليوم نكمل تحليل ليبيد بروفايل من شركه بايولابو. عندنا الكوليسترول، هذا افتح البوكس مال الكوليسترول. نجد تحضير الوركينج ريجنت مالتنا، طبعا هو يجي ما محلول باودر الانزيم لازم نحله. اول شيء عندنا هذه الفيالت الكبيره اللي هي كوليسترول بابر، تمام؟ هذه بابر R1، وعندنا الفيال الثانية اللي هي إنزيمز مثل الترايغليسيرايد هاي، تمام؟ هذه إنزيمز الفيال الصغيرة اللي هي شنو؟ هذه R2، وعندنا الفيال R3 اللي هي كوليسترول ستاندر اللي بتركيز 2 جرام بير ديسيلتر و 200 ملي جرام بير ديسيلتر. يعني هذه الوحدات اثنيناتها حسب الجهاز ما تكون ضابطه على جرام بير لتر او ملي جرام بير ديسيلتر. هذا ناخذ نفس شغل الترايغليسيرايد، كمل من هذا ناخذ اي يعني 5 ملات 4 ملات من البابر اللي كوليسترول بابر هذا مع هذه اللي قال الزغير الانزيمز اللي هي باودر، نحلها تصير ديسولفد دقيقتين ثلاثة نمكسه ونرجعه بالفيالة الكبيرة، تمام؟ بعدين ناخذ من الفيالة الكبيرة ايضا نرجعه بالانزيمز هذا الفيالة الصغيرة، تمام؟ مع الباودر ونمكسه ونرجعه الى ان ينحل كامل، ديسورب يصير كامل. يكون دقيقتين ننتظر يعني تقريبا ميكس، نسوي له هذا الفيالة نسوي لها ميكس يكون حاضر للبروسيجر مالتنا، وهذا الستاندر مالنا. طبعا نسحب بجل تيوب العينة، اذا خلينا 2 درجة حرارة 8 سيليزية تكون العينة صالحة لمدة ستيبل 7 ايام نقدر نشتغل تحليل كوليسترول. واذا كان 20 سيليزية تحت الصفر نقدر نشتغل 3 اشهر تكون العينة ستيبل نشتغل بها كوليسترول. 70 سيليزية عدة سنوات نقدر نخليها تحت درجة حرارة 70 سيليزية يبقى الكوليسترول ستيبل بالسيرم. ومن نسوي له من يذوب السيرم بعد التجميد، من يذوب ما يصير نعيد التجميد مالته، ستيبل ستيبلتي كلها تروح مالته، ما نقدر نشتغل به. احنا عندنا فيالة محضرين الوركي ريجت مالتنا بيها هاي، تمام؟ هسه راح نجي على البروسيجر مالنا، بروسيجر للكوليسترول. هذا السيرم مالتنا، هذا السيرم مالتنا، شخص كان هيمولايسيس كامل يعني نقدر نشتغل بيه. هذا الوركينج ريجت مالتنا، نجيب كاني تيوب 1000 مايكرون اسحب من الوركينج ريجت. هذا الوركينج ريجت نسحب بدقة وحذر حتى ما يصير كوانتام، ما يصير كوانتام للوركينج ريجت مالتنا. هذا 1000 مايكرو، خلي عليه 10 مايكرو سيرم. هذا 10 مايكرو سيرم مكسه زين، خلي بالورتر باث 5 دقائق تحت درجة حرارة 37 سيليزية، وراها نقرا. هسه خليناه تحت درجة حرارة 37 سيليزية تايمر 5 دقائق، ننتظره الى يخلص التايمر ونضبط الجهاز مالنا اللي هو سيمي اوتو مندري، تمام؟ الجهاز مالتنا سيمي اوتو مندري. نجي على الكوليسترول ثيرتيست، كوليسترول الدوتر بلانك
sample calibrate. نروح نشوف مالتنا الباراميتر مال الكوليسترول شركة بايو لابو. الكوليسترول البيسك مالتنا الاسم reaction type end point delay time 6 يعني 6 ثواني measuring time 6 ثواني unit milligram per deciliter هذا milligram per deciliter عندنا الدايركشن مالتنا انكريز الاسبيريشن فوليوم 500 مايكرو والتمبرشر مالنا 37 والديسيمال مالنا 1 الاستركشن ما عندنا شيء فول ديتيل عندنا 200 ملي جرام بالديسيليتر تمام هذا البروجرام مال الكوليسترول بس نعطي ووتر بلانك صفر جهاز على الكوليسترول خلص الوقت مالتنا مال التفاعل سفير الجهاز انا مسوي له كاليبريت زين مسوي كاليبريت بس انت سامبل ها بالسامبل احنا مسويين ستاندرد قبل كاليبريت فانت اذا اول مره تشتغل الكيت تنطي يسوي لك كاليبر كل اسبوع تسوي كاليبر او كل 3 ايام حسب مية وتسعة واربعين كوليسترول مية وتسعة واربعين كوليسترول من هذا البيشنت